عنها من شويه. طيب خلينا نروح ل مكونات القرض الجديد. ايوه بالظبط كده. ما هي مكونات البرنامج الجديد الذي يدعمه صندوق النقد؟ يطمح البرنامج الاقتصادي لسلطات المدعوم باتفاق تسهيل كذا، تنفيذ حزمه شامله من السياسات الهادفه كذا وكذا. نروح ندخل فين؟ تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو السلام بقياده ايه؟ القطاع الخاص. مش انت عملت سياسه ملكيه الدوله، وثيقه بتاعه ملكيه الدوله، والرئيس طول الوقت يتحدث عن القطاع الخاص، وطول الوقت هنطرح القطاع الخاص، وطول الوقت القطاع يقول لك ايه؟ تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل. مين اللي يقوده؟ القطاع العام؟ الحكومه؟ الدوله؟ لا، اللي يقوده القطاع الخاص، بقياده القطاع الخاص. يبقى هنا القطاع الخاص هو ايه؟ اللي يقود النمو المستدام والشامل، وتحديدا تتضمن حزمه سياسات ايه؟ التحول الدائم اللي جاي ده مهم قوي. هو اللي جاي ده بقى فيه الشفاء بقى. ده اللي جاي، هو ده اللي فيه ايه؟ الشفاء. التحول الدائم الى نظام سعر الصرف المرن. ايه تاني؟ سعر صرف مرن. سعر صرف ملوش تدخل لا بنك مركزي ولا حد. يبقى هنا حضرتك تتحدث عن نظام سعر صرف العرض والطلب. هنا الموضوع اهو. التحول الدائم الى نظام سعر الصرف المرن، اللي هو سيب عرض وطلب. احتياجاتنا ايه وطلباتنا ايه، والدولار النهارده فين ورايح فين وجايبين بكام، اللي قدام حضرتك اهو بنتكلم بشكل واضح. لان انت عايز تقول انه الدولار هيبقى بكام مش بتاعتك. سعر صرف ثابت؟ لا، ما بقاش ثابت، بقى مرن. بقى ايه؟ مرن. العرض والطلب. تاني بنقول العرض والطلب. بس هنا لما يبقى عندك دولارات نتكلم. طب ما عندكش دولار، هيبقى عندك مشكلة، في فجوة. يبقى في فجوة، يبقى انت لازم تعمل تقليل فاتورة الاستيراد قولا واحدا عشان ما تضغطش على الدولار، عشان الدولار ده ما يطرش، ما تضغطش عليه. ايه؟ يبقى لازم نقلل الاستيراد. طيب هيبقى عندنا لازم تسيطر على التضخم بشكل اساسي. قد يسأل بعض انه ممكن يحصل ركود. امريكا على فكرة بتعمل كده،